يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد نهارا، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 21 الصغرى 14، الإسكندرية 21 14، مطروح 21 13، بورسعيد 21 16، إسماعيلية 22 14 وجوها معتدل. أما في السويس 22 14، العريش 22 13، طابة 21 14، شرم الشيخ 28 17، الغردقة 27 16 وجوها مائل للحرارة. بالنسبة للأقصر 25 11، أسوان 27 13، الوادي الجديد 24 11، شلاتين 30 18، حلايب 27 18 وجوها مائل للحرارة. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.